أول ما بفهم كلامي لم حسن ودي سلامي أول ما بفهم كلامي لم حسن ودي سلامي شباب البلوصة شباب 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 اترجاكوا ساق عليكم الله في معنا وسع الورا بديش ولا حدا بالوسط اللي بحب النبي ولا حدا بالوسط ولا حدا ولا حدا I'm
عشرة نبلاها بسمان عيا واللي ما تزغنا بلا عشرة يا شباب اترجاكو رجاء خاص رجاء خاص اللي بحب عريسنا علي هامش دحية شباب بدي اطيح بناتكم انزل تحت ربيع ايوه ماشي جاهزين أمان يا شباب اللي بحب صلاة النبي وعريسنا علوش صف واحد لآخر الشارع يلا قوم يا عبدول قوم حرك حالك جاهزين جاهزين على أعطيني على هي هي ربيع صلوا على النبي انا ابو عصب حاره القران انا وسهلا بيهم اليوم مرحب غطش منديل يا ابو العريس فوق الراس عصباي ولا حشيت يا ابو يزن وبتحصر على اصبع غطش منديل فوق الراس عصبة لاح الشيب يا ابو حسن وبتحصر على صباي يا ابو عندي من آلي كفار سابع هالليلة يا ابو عصباي ركسوا الطير عن غاب الطراب احلى شباب هلا بصرة هلا بعسكر هلا بالقرآن نابلس أهلا وسهلا بيهم تحية لسامح منيس وبهاء حمدان أهلا وسهلا بيهم على الفرقة يا أبو حمدان رمى العواد عوده يا فتح غصن الورد يا عبود هالليل عودوا غايبين على ديار الوطن يا بعود ومعاد القلب يتحمل عذاب يا ابا يا ابا يا اكسلنت يلا تحيه كل الشباب معنا يلا يا وشو أحلى نشامة أبو عاطف العويس وينه حبيبي أبو عاطف العويس على راسي والله كنا عمر ساعة شباب ب
بدي همت الشباب سايق عليك والله والنبي سايق عليك والله. كل انسان شريف قاعد على كرسي يكون يشارك حبيبنا ابو حسن وآل الاشرم الاوادم عبود احلى عبد الله. بدنا صفينا شباب ويا ريت صغار حبايب الورا الشباب اللي قاعدين على الصور اهل الاستديو. مريض يا ابو العريس وعنادي حكمون مريض يا اهالي حيفا يا ابو جوهر وعناد يحكموني حكولي يا لي اشرم عجرحي هالليل وحكموني الله يا حكام العرب يا حكام العرب على بني صهيون وامريكا ابو جوهر حكموني تاكل واحد اعمل له حساب يا باي يا باي يا باي